السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنوجدوا البلبوله بالعشوب. بالنسبه للمقادير كنحتاج بصله متوسطه مشلضه، غنديرها تشحر مع الزيت واحد شويه، هي درت الزيت البلدية. غندير واحد شوية د الملحة، وغنخليه يتشحر واحد شوية، ومن بعد غنزيد مطيشة والعطرية. هنايا عندي ثلاثة د المطيشات متوسطين حتى هما مشلضين، قطعي الرقاق. هنايا عندي القناصي ديال الدجاج. بالنسبه للقناصي يعني اختياريين، ممكن تعوضهم هكا باللحمه وبالدجاج ولا بلاش كاع. هنايا عندي الربيع، سكينجبير، خرقوم البلدي، والابزار، هنايا عندي الزعتر غنحكوه كابين يدي، بعد ما تشحرت مزيان دابا غنزيد الماء. بعد ما زدت الماء هنايا غنزيد زدت واحد الزلافه ديال الشيشه. صافي غنخليها طيب، وغنبقى نحركها هكا مره مره، نحركها باش ما تلصقش ليا. بعد ما تعود قدمتها هكا في الزلايف، يعني زوينه في هاد البرد هذا بالعشوب، و يعني سخونه كتسخن. وصافي هذه هي البلبوله بالعشوب، وكنتمنى تعجبكم. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.